يعني مع كل خطوة لقدام في صناعة الروبوتات هتلاقي صناعة الشرايح والذكاء الاصطناعي بتتطور معاها بسرعة جنونية. ولو انت متابع القناة اكيد شفتنا بنتكلم في اكتر من حلقة سابقة عن المجال ده وازاي بيتوسع بسرعة رهيبة. هيجي في بالك سؤال مهم، طيب احنا في دولنا العربية هل عندنا فرصة ننافس وسط الزحمة دي كلها؟ الحقيقة احنا لسه مش في المرحلة اللي نقدر نقول فيها ان عندنا شركات بتنافس تجاريا بقوة في مجال الروبوتات الصناعية، الا اننا في السنين الاخيرة شايفين مبادرات قوية لشركات ممكن في السنين الجاية نقول انها هتنافس وبقوة. عندك في السعودية اللي شغالة حاليا على تطوير روبوتات الخدمة والروبوتات الصناعية لدعم قطاع الأتمتة والروبوتات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وفي الإمارات هنلاقي شركة بال روبوتكس واللي مقرها في أبوظبي حاليا، اللي بالرغم إنها شركة عالمية من أسبانيا إلا إن عندها مصنع في أبوظبي وبتنتج روبوت صناعية زي تيجو إندستريال وتيجو برو اللي مصممين عشان يشتغلوا بأمان وسط البشر ويقوموا بمهام زي التعبئة والتجميع بخفة وسهولة.